المعدن السائل الوحيد. وش ابو عبد العزيز المعدن السائل الوحيد؟ الزئبق. السلام عليكم. لا وش طيب قريب والله. كيف حالكم يا شباب؟ يا هلا والله. اخباركم؟ داخل ابو عبد العزيز. طيبين؟ اجل اشغلتكم اجل. لا مرحبا. لا حياك الله يا مرحبا. عدني اعطي القهوة. الله يسعدك. مثل العسل اللي اعطي القهوة. اعطي القهوة. يلا 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 يلا. عبد الرحمن صبها. مرحبا يا ابو عزوز يا مرحبا. كيف احوالكم؟ طيبين؟ اسلم يلا. الله يسعدكم. استريحوا استريحوا. ابو عبد العزيز. الحين أعرف يصورنا حنا نذاكر من الدافور يصورنا حنا نذاكر الحين قطلنا على السلام. شوف هذا احمد يذاكر جايب العصا عشان اذا ما جاوب بعد. لا الحين بيصورنا احمد يذاكر. اسمع يلا كم يلا هسه كوب رمضان. الله يجزاك تبي قهوه يلا حي تبي قهوه تبي قهوه تكتب الله يحييك صورت وانا ورث والله الله يبارك فيك. وش هالوجه الطيب هذا؟ والله يسعدكم والله العظيم مشتاقين لكم يا مرحبا. وعلى قولتهم حان الوداع. فمن زمان والله كان ودي بمداخلة معكم لكن للأشغال فقلنا اليوم ننتهز الفرصة عاد يقولون اليوم شوي نشارككم. والله إن الفكرة شوي لكن الظاهر المطعم كنسل. لا لا جزاه الله خير ما كنسل إلا جابها مشوي على طول. الحين الله في مشكلة. أنا اللي خابر من يوم نجهز حتى ما كثرناك إحنا بنشوي. والله جزاهم الله خير طبعا. زين يرجع خلنا. طبعا أنا كنت ناوي أجيب لكم شيء مميز. بيض الله وعزمكم في هذا اليوم. أبو عزوز. في هذا اليوم في يوم يعني ختامي للشباب فما جلسنا معكم فحبيت والله أعزمكم على شيء في مقامكم. شوف أنتم الله أبو عبد العزيز أنت أنا شوف. نصيت المطعم هذا جميل جزاه الله خير مطعم جلسة شواء. مطعم مميز وعندهم بوكسات للفرد فيها جميع المتبلة فيها يجيبونها مشوي؟ لا هم عاد جزاهم الله خير اكرمونا الظهر شوه. احنا كنا على فكره انه بنشوي جاهز لكن الظهر جابوه لنا جاهز. والله بيض الله وجهك. جيناهم الظهر انت يا بعد جيناهم والله رايح جهز من الله يبيض وجهك. جزاه الله خير صاحب مطعم جلسه شوه كنا نبيه على حسابنا لكن قال الا من عندنا للشباب البزنس ويسمعون الناس وانتم ما شاء الله ما دخلتوا قلوب الناس الحمد لله يعني فجزاكم الله خير. فقال الا من عندنا وباسمه قلت جزاكم الله خير الا انتم اهل الكرم وبيض الله وجهكم. لكن والله كانت نيه اني انا شايف اعزمكم والله فيها لكن جزاهم الله خير. كيف احوالكم؟ ما يستغرب الطيب من هلا لا انت ولا هم يا ابو عبد العزيز. الله يسعدكم الله يسعدكم بيض الله وجهك ابو عبد العزيز. وانا والله نشوفكم الظهر رايح جاي وتجهز الله يعينه والله العظيم رايح. والله محبه لكم يعلم الله محبه الا اللي يحب. خلصت الايام ولا سوينا لكم شيء. خلصت الايام ولا سوينا لكم شيء. انت لو كلامك الطيب هذا بس اللي جينا منك والله هذا يكفينا. واليوم فقدينك يا احمد اليوم ما جيت مع والله كان ودي اجيك لكن انشغلنا تعرف امس مذاكرات وتصوير ما شاء الله ما شغلنا الايام هذه مبدعين. هلك حيل على كوكو. يلا ننتظرك حلان يلا. يلا تعال يلا. ها ساعة. ساعة. ساعة مثل أمس الحزة خمس ونص والعلوم والأخبار اللهم لك شنو أمورك العلوم عندكم ها جاهزين والله احنا نذاكرها زي ما ولا ما في إلا أنت اللي عندنا هنا ما في غير إلا أنا الناجح نايم عثمان. عثمان نايم عثمان سحب الشفاضة عثمان ما شاء الله عنده والله عاد أبو عبد العزيز معلومات كويسة سواء أخذنا مراكز حنا الحمد لله إن هذا سوانا اللي علينا والله انتم وصلنا لهذه المرحله انتم ما قصرتوا والله وصلتوا وسوينا العنا والباقي على الله ما تقدر تقول غير انك يا الله تكتب لي في خير. ايوه لا شك لا شك كل شيء على الله الله يكتب وابشروا بالخير يعني ملكتم قلوب الناس والله الحمد لله. يعني بعض الاحيان تجينا بعض يعني المشاعر يقولون احنا جالسين نتابع مثلا يعني احد المتسابقين يقول والله كنا من اول منا في فريقه في الفريق المتسابق الثاني لكن اذا جاء وقت خروج المتسابق ذا والله اننا نبكي من بكاه من حزنه. اي والله فالناس كلها متاثره يعني حتى الاولاد الصغار تلقاهم يقلدون. اي والله في سواليفكم في علومكم في فحتى اليوم كنا في الصباح وتكلم ابو علي رئيس الجمعيه قال كلمه يعني الله اذا حب عبد ابتلاه. فالكلمه هذه احد المستمعات تقول انا والله كانت عندي مشاكل وهموم وما يعلم بها الا الله ولما قال هذه الكلمه كاني اول مره اسمعها تقول انا عارفتها وحافظتها لكن كأنها سبحان الله صح نبهت غار وقعت في قلبها يعني. اين فانتم ترى ترسلون رسائل جميله للناس والمشاهد من جميع الفئات العمريه وتحتسبون الاجر كم لكم اللهم لك الحمد. الحمد لله لك احنا طلعنا وشفنا الاصداء وشفنا الناس وقابلنا ما شاء الله وهذا بفضل الله ثم فضل هذا المنبر والقائمين عليه الله يجزاكم خير. الله اي والله هو اللي قدم الجميع
من جميع المتسابقين للناس، وحتى لو الأشخاص نفسهم عندهم محتوى، عندهم مواهب إبداعية، لكن ما كان فيه منبر مناسب إنه يبرزهم للناس أو يبرز مواهبهم أو محتوى. يا سلام. فكان هذا المنبر هو أفضل وخير منبر. الله يسعدك. لتوصيل الرسالة للجميع. يا سلام. والله هذا من فضل الله علينا صراحة، اللي جاب لنا هالوجيه الطيبة، وما شاء الله اللي عندها حماس وعندها طاقة وعندها بذل وعندها تقديم. وكل يوم صراحة نشوف إبداع أكثر، كل يوم في البرنامج صراحة نشوف مواهب تطلع أكثر. يعني كلكم مبدعين صراحة. من أول يعود بعد الله للقناة والقائمين عليها. الله يجزاهم خير، يرضى عليكم. وراعي الشوكولاتة هذا يسمعنا شوكولاتة. شوكولاتة دقت الشوكولاته اللي قلت. هو طالع ها؟ قبل يطلع. شوف والله يا حبيبي ابو داحب حبيب الكل. يا كم سنستفقد هذه الاسوار، الوجيهة الطيبة. طيبة. يا سلام. بس شكرًا يا ابو داحب. وكيف الاصداء يا عمر يوم طلعت؟ يا رب لك الحمد. ها؟ ما شاء الله. يلا ما شاء الله. الحمد لله. على مناطق المملكة كاملة. يا سلام. أيوة أي مكان نمر فيه أصداء والله طيب. ما شاء الله. يا رب لك الحمد. يلا لك الحمد. الله عمر يعني في البدايات عمر أول برايم تظهر. أول برايم. شو يقول لك كبش وش يقول لك كبش الفيديو كان يقول البداية. لا كانت بداية بداية المشوار الجميل في أول برايم. خير تله والله اللي يمكننا خير تله. شيئين عاد الله. ضربنا امثال كثيره في ناس طلعوا من اول برايم في برامج الواقعيه. نعم. أيوة والان هم الترند يعني من اكبر مشاهير المملكه. مثلين في السوشيال ميديا. فما هي بقضيه انك انت تطلع اول ولا اخرا. في ناس وصلت للنهائي وخذت مراكز واختفت. صح. ولا تقارن باللي طلع من اول برايم. طبعا اللي يدخل في هذه البرامج وبعدها يشتغل على نفسه من تطوير ومن ابداع بالعكس يصير مثبت نفسه. اما اللي يا سحبه نوم وهذا يقول ما يذوق شو كيف يقول؟ يقول ما يذوق العز خمام الوسايد نشهد. لا ما دخل الا هذه ما يذوق العز خمام الوسايد اللي يخم الوساده يا سعد بكت اللي يخم الوساده وينام هذا ما يذوق ما يذوق العز. فهمتني وانا اخوك؟ يذوق عز. في ناس تنام وتذوق العز. هذا رزق من الله. هذا الشك ولا خلي المثل يطبق ابو هذا اللي هذا لقاتك هذا اللي بالفصل اللي يقول استاذ ما اعطيتنا واجب هذا حتى ذي ما دخل بعد النادر ما دخل هذا ما له حكم يا سعد. النادر ما له حكم يعني ما يحكم على النادر فعلا هذا قليل اللي نايم وحظه قايم. والله الرزاق كريم سبحانه وتعالى. طيب راعي الشوكولاتة أشوفك تروح جدة وتصور هنا وتصور هنا. ما شاء الله أبدع عبد الرحمن. الله يسعدك. والله يوم طلعت كان مركز على الفلوقات أظهر ما هي إيش السياحة الموجودة في جيزان. يا سلام. في أشياء كثير حتى أنا ما قد زرتها بأمانة. في جيزان أنا ما قد رحتها منها جزيرة الحب. أوه جانا الشباب حقين جيزان. إيه شفتهم والله جزيرة الحب. جميلة جميلة جميلة. الآن نروح لعبد العزيز. لازم تروح. يعطينا صورة عنها الحين. إيش هي جزيرة الحب هذه؟ يعني إذا دخلت يجي عندك حب ولا كيف؟ لا هي سموها بالحب لي جمالها. هي طبعاً مساحتها جداً بسيطة ممكن على قد القرية دي. تمام؟ لا في أشجار ولا شيء. تربة بيضة يحوطها البحر صافي جداً. مساحتها صغيرة يعني. مساحتها صغيرة تمام؟ مصلعة. مصلعة. بس فيها ميزه تمام. وين حب؟ وين الحب؟ لا انت شوف البحر اللي فيها. قال الحب ما هو بالشجر. صافي. انا شفت الموت فيها. صافي والمويه صافيه. رغم انها فيها الحب بس شفت الموت فيها اعوذ بالله. يعني عكس اللي لا العكس اللي يعني. لا عشان اخذ لقطه للفلوق رحت نطيت والقارب يمشي. لا اله الا الله. من زود الحماس. زود الحماس. وجاني شد. اي شربت له. بلا 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 بس الحمد لله لحقوني ولا كان فلق نهائي والله فلق نهائي كان استبعاد من الحياة كلها لا كل حب خروج نهائي زياد في البحر بكل حب زياد الحمد لله وفي فيفا وفي بني مالك فيفا حلوة جدا جميلة ما شاء الله مزارع البن مزارع الموز فقلت أبي أخلص منطقة جيزان بعدين عسير يا سلام وانا ماشي يعني في البدايه تكون داخل مملكه الفلوقات
بعد اذا ربي اكرمنا وامورنا تيسرت نطلع برا. يا سلام. ودكم نغير المكان؟ يلا يلا معاكم لا تقولوا فوق السطح للخيمة. يلا ما ادري كني بردت هنا والله. يلا بس وجيب النوم هنا ترى. اي والله خلنا نغير توكل نعيش الجو. شغل شارة مساءات دائما مع الاباء. خلنا نشوف الرياليتي مع لها وحشة يا اخي الشباب. انا عاد في العمر في الوسط لاني هنا ولا هني هنا. شباب شباب يا ابو عز شباب ها والشباب نايمين. الشباب يا مسفر صح الشباب ها طولنا كل وقت حيه عامرنا. طلعنا فاصل ولا يلا عطى بس ما تطول علينا. وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة.